اللهم ارحم شيخنا وحاكمنا ووالدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اللهم ارفع من منزلته، فقد مات بجسده وخلد في قلوب العالم بنبل أخلاقه وحسن عمله الذي بلغ أقاصي الدنيا. اللهم ارحم من عاش عمره ليجعل خلقك أسعد الناس. اللهم إن زايد أكرم عبادك في الأرض، فأكرمه في جنات الفردوس الأعلى. اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة. اللهم ارحمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون. اللهم أمنه من هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة، ولقنه حجته. اللهم اجعل عن يمينه نورا، وعن شماله نورا، ومن أمامه نورا، ومن فوقه نورا، حتى تبعثه آمنا مطمئنا. اللهم أنزله منازل الصدقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، واغفر له وارحمه وارزقه الجنة، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.